مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 27 يقدم الفنان العراقي حسين الأعظمي، الحفل الفلسطيني مع مؤسسة نواة، فرقة إسماعيل دواس، حفل ذكرى الفنان محمد علي عبدالله مع فرقة البحرين للموسيقى، نتاشا أطلس، نبيلة معا والمقامات الأندلسية من المغرب، وعد حسون شغف الشعر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا culture.gov.bh. مع تحيات هيئة البحرين للثقافة والآثار.